هلا بدنا نستقبل ضيفنا لنحكي عن المهرجانات اللي بعدها مستمره، من يعني كانت خلال او على مدار الصيف موجوده، ولكن كانه عم بيقولوا لنا الصيف بعد ما خلصت وبعدها كمان الحياه حلوه، فينا نستمر بالمهرجانات حتى لو كنا بلشنا بفصل الخريف. الخريف انا مشتت بعد، بس انه مهرجانات اسواق او سوق بربور مع استاذ رشيد كبي رئيس جمعيه تجار سوق بربور. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. في احلى من المهرجانات بعدكم عم بتذكرونا انه لبنان بعده في يستمر، بعد في يستمر بهالحياه الحلوه واكيد بهالنشاطات صحيح يلي كلها ايجابيه. ايه عم نحاول دائما انه يكون في استمراريه لهالبلد واستمراريه للقطاع التجاري بالبلد. يعني نحن كثير مهم انه نعطي امل اكثر للتجار، نعطي امل للشعب اللبناني انه صحيح. لا نحن مستمرين ولا نزال. نعم، يعني حتى لو يمكن الوضع الاقتصادي بمطرح منه مريح واكيد في مشاكل، بس انه وقت عم يكون في هالامل بس تعطوا يعني دل الحركه بيقولوا بركه. الحركه بركه ولبنان مستمر ان شاء الله. ان شاء الله. بتجاره بمواطنينه اكيد. طيب خلينا نحكي عن المهرجان. مهرجان وبسوق عم تحكي بربور. ايه سوق بربور هون ليه عم نحكي بهيدي المنطقه بالذات، وهل هي اول مره بتصير ولا لا؟ ايه لا، هيدي نحن اساسا نحن كنا نعمل مهرجانات عملناها لغايه سنه 2004. نعم. او 2005 وعدنا وقفنا شوي، صار الوضع الامني شوي منه مريح. عدنا بعدين فكرنا بعد هالفتره انه لا ما بيسوى انه نحن ما نعمل شهر تسوق ببربور ونحاول نشرك التجار اللي هن بحاجه لمتبضعين ومتسوقين الى السوق. طبعا فقمنا بنشاط وحاولنا بالتنظيم مع دار هبه قصار اللي هي كمان عم بتقوم بنشاط جدا مهم لإنجاح هذا العمل الجبار. فارتقينا واتفقنا ومشينا بهالعمل لحتى يكون مردوده للمنطقة اللي هي منطقة المزرعة ببيروت، هو باراليل لكورنيش المزرعة، وهو يحتوي هذا السوق تقريبا على 200 مؤسسة تجارية. نعم. هي منطقة كبيرة منها صحيح. صغيرة يعني منطقة كبيرة فيها كثافة سكانية هائلة صحيح. والعالم بتعرف انه سوق بربور دائما بيقدم كل السلع والمنتجات اللي هي ذو نوعيه وللطبقه الوسط ببيروت وبلبنان اجمالا. فاذا انتم حكيتوا مع تجار المنطقه؟ صحيح، نحن حكينا مع المرجعيات السياسيه والمدنيه وعملنا برمجه لهالمهرجان اللي هو رح يبلش من بكره يوم الجمعه، افتتاحه الساعة 5 بعد الظهر برعاية رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نيكولا شماس. نعم. وبحضور كافة الفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية والسياسية. ولح يكون احتفال، لح يكون في كلمات للراعي طبعا وللي كمان عم تساعدنا بالتنظيم جمعية دار هبة. يعني كان في ايجابيه بالموضوع وتجاوب حتى في لما طرحتوا الموضوع. اكيد في نوع من تعطش، يعني بدهم المنطقه بحاجه ليكون في مهرجان ضخم على مستوى، ونحن ماشيين جمعه وسبت واحد من هيدي الجمعه، بنعود كمان سبت واحد من كل اسبوع لغايه 4 اسابيع. نعم. ينتهي المهرجان ب6/11. هو ويك اند، هو كل ويك اند. بس يعني هل جمعة سبت احد ولا سبت احد؟ لا، هل جمعه جمعه وسبت واحد، بنرجع الجمعه اللي جاي اللي تليها كمان سبت واحد. كل ويك اند رح يكون في نشاطات اجتماعيه، رح يكون في حرفيين، رح يكون بيع بضائع، رح يكون في العاب للاطفال. حلو. اللي هي رح تكون العائلات اللي بدها تنزل على سوق بربور رح تنزل تتسوق وتحط يعني أطفالها. لكل العائله؟ صحيح، لكل العائله للصغار والكبار، وبنفس الوقت بيقدروا في كمان رح يكون في مطاعم، في ناس فايتين معنا سبونسر، حتى اللي بده يتسوق من هذا السوق ممكن المشاركين بهالعمل الجبار الضخم ممكن ياخذوا قصايم. هالقصيمة اللي بيشتروها بيشتروا بضاعة أو بيشتروا أي سلعة بخمسة أقل 25 ألف
بيطلع لهم قصيمة، بيربحوا جوائز، والجائزة الأساسية هي سيارة. حلو. سيارة إيه ممكن. حلو الحماس. إيه سيارة. يا سيارة. سيارة سوزوكي اللي هي صناعة يابانية طبعاً. نعم. إيه وفاتين معنا عدة ناس سبونسورات. نعم. اوكي طيب بس كيف راح يكون المهرجان على اي شكل؟ يعني راح يكونوا المحلات اللي انتم متعاملين معها راح يفتحوا وحاطين لحي... عندهم انه انه هون من ضمن المهرجان ولا انتم مسكرين طريق؟ لا هن اكيد الطريق اللي هو سوق بربور الرئيسي اللي هو شارع غرغورس حداد راح يكون مسكر، راح يكون في اللي فيه 200 تقريبا مؤسسه تجاريه راح يكون مسكر هيدا من مرفوع كل السيارات، ما راح يكون في اي سيارات. حلو. لانه هو اساسا سوق بافي يعني هو مؤهل لانه يكون سوق مشي. للمشي مشي. ورح يكون في مفارق اساسيه اللي هي نحن ما رح نعيق العالم انه تقطع وتقدر تتصرف وتظهر وتفوت على هالمنطقه، بالعكس رح يكون سوق مريح في قسم كبير اللي هو مشاة ومؤهل، وبنفس الوقت الناس اللي عم بتشارك اللي هن عم يشتروا هالدفاتر القصائم هي محلات تجارية وتعدت فوق 150 محل اللي هن ارتبطوا معنا بهالعمل. فنحن بنتأمل من اللي عم بيشاهدنا هلا واللي حابب انه يزور هالمنطقة ويزور سوق بربور التجاري اللي هو سوق عريق جدا وله تاريخ، يعني. تاريخ ما في شك له تاريخ، وتجاره من التجار يعني اللي أبا عن جد عندهم خبرة بالمبيع وبالتسوق وبيعرفوا كيف يعاملوا زبائنهم انه يزوروا هذا السوق ويستفيدوا من هالفرصه ويشوفوا كمان مين اللي عارض معنا. رح يكون في عنا مثل ما حكينا في ناس جايين يعرضوا اصنافهم، جايين من الحرفيين من الرسامين من الناس اللي هي بدها تشارك بهذا العمل. طيب تقريبا مثل ما قلت قبل بشوي في اكثر من 200 مؤسسه المؤسسة تجاريه صح؟ لا المتواجده بالسوق بحدود ال 200 مؤسسه اللي هن مشاركين لغايه هلا بحدود ال 150 155 عدد لا باس. شو ايه؟ مش لا باس به عدد اكيد كبير. اكيد نحن بصراحه بهيدا العمل. نعم. عم نجي نطرح نقول نحن عندنا طرح جديد ببيروت اللي هو بيوازي اي مول تجاري اي سنتر تجاري ضخم. نحن فتنا بهذا العمل ورح نكرره الاسبوع اللي جاي واللي بعده لنقول للعالم انه لا فيكم تجوا على بربور، في مواقف سيارات على جوانب السوق من هذا اللي اسالك صحيح في مواقف للسيارات مش حيكون في معاناه يعني؟ لا لا في 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 مواقف. ايه؟ نحن عم نحاول نامن مواقف. نعم. وعم نحكي معهم ليقدروا يوقفوا سياراتهم، كما انه في عنا نحن بيقدروا كمان يعني الزبائن يجوا يتمشوا يشوفوا شو عنا، لانه سوقنا مؤهل انه يستقبل عالم يعني مؤهل جدا يعني بطريقه كثير حضاريه وطريقه بتريح الزبائن يعني من انه يتسوقوا ويتبضعوا ويرتاحوا ويشوفوا شو في. نعم. طيب راح يكون في كمان محل او اذا بدهم يتذوقوا اكل ياكلوا إيه أكيد يرتاحوا في أكيد مطاعم اكيد راح يكون في صحيح في مطاعم مشاركه معنا وانا ما بدي اقول يعني الاسامي لانه حتى ما يكون في دعايه اللي انه بس في مطاعم طبعا مشاركه معنا ومعروفه بالبلد يعني منا مطاعم براندات يعني معروفه. فنحن الفكره انه لا نحن القطاع التجاري سيستمر، القطاع التجاري عم يطرح شيء جديد ببيروت اللي هو اليوم تجمع ضخم من المؤسسات التجارية اللي هي متواجدة بهذا السوق بما فيها مؤسسات جاية تعرض أصنافها بما فيها عمل غدا رح يكون بكرة بافتتاح مهرجان على مستوى رح يستمر هذا الافتتاح لغاية الساعة 7:30 عشية من 5 إلى 7:30 رح يكون في قوى الأمن الداخلي رح تكون مشاركة معنا بالعزف أناشيد الوطنية وتشجيعا للحضور. نعم. ورح يكون في رقصات وطنية وشعبية وحضور مثل ما حكينا بالأول مدني وسياسي واجتماعي من الفعاليات ببيروت طبعا وبلبنان ورؤساء الجمعيات التجارية بلبنان. نعم. لبنان عنده طاقات ولبنان يعني مش عم بيكون موجودين من عدة مناطق مش من أكيد. فقط من لا لا هو برنامج وطني تجاري اقتصادي لنقول للعالم انه نحن موجودين ومستمرين رغم الوضع الاقتصادي اللي هو شوي في نوع من الضيقه، الا انه نحن
كتجار نحن منقول انه لا موجودين، ونحن منقول اللي هو رئيس جمعية تجار بيروت اللي هو راعي هذا المهرجان، نحن اليوم عنا مرجعية اللي هي نحن نفخر فيها، ومنقول للزبائن انتوا رح تضلوا تاخذوا باحسن اسعار ببيروت بسوق بربور، ورح تاخذوا بمنتجات ذو نوعية ممتازة مع خبرة. نعم. طب بدي بس اسال حتى نقول للمشاهدين الاوقات اللي رح تكون ايه بالنسبه يعني اذا مثلا حتبلشوا بكره الساعه 5 للساعه 7 ونص كافتتاح لانه لاي ساعه بتبقوا؟ للساعه 11 بيع وكل شيء بكره رح يكون في بيع، رح يكون في سكيورتي اللي تضمن الامن. نعم. كل يوم وبكره كمان السبت من العشرة على بكره السبت يعني بعد بكره لغايه الساعه 11 بالليل، يعني رح يكون في كل المحلات بكل الاسابيع حيكون للساعه 11 للساعه 11 ومن بالليل. اي ساعه بيفتح؟ الساعه 10 على بكره 10 الصبح لل 11 من بالليل. 10 الصبح عم نحكي جمعه سبت احد؟ لا سبت واحد، سبت واحد بالاسابيع الجايه بس. نعم. بكره استثنائيا للافتتاح نهار الجمعه. صحيح 100%. نعم. نحن بدنا نتشكركم. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، اكيد موفقين ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله دائما كل سنه بنرجع بنستضيفكم. ايه. لنذكر بهال اكيد. لا رح نعمل، لا انا بدي ارجع اقول للمشاهد اللبناني انه لا نحن رغم انه صار لبنان انه معلش الغريب ما كثير عم يجي على لبنان صار خوفين، الا انه لا نحن كلبنانيه ما فينا نعتمد على حالنا، فينا 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 نستمر وفينا نضلنا نقدم الجوده وباسعار حلوه ببيروت وخارج بيروت. إن شاء الله. مش بس هيك ان شاء الله. ان شاء الله خلينا عافيه مثل ما قلت لك قبل، ان شاء الله كمان نرجع نستضيفكم السنه الجاي ان شاء الله حتى تقولوا مستمرين. انا بدي ارجع اقول لك انه اذا نجح ان شاء الله هالمهرجان ونحن حاطين له نجاح اكثر من 80-90%. نعم. ان شاء الله السنه الجاي بالربيعات رح نرجع نكرر هيدي هالتجربه الحلوه ان شاء الله، وتكون العالم مرتاحه ان شاء الله. ان شاء الله بنسمع مهرجانات ثانيه كمان اخرى على مدار السنه. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله الامل حلو بالنهايه. ونحن اللبنانيه بنحب الحياه. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ورح نتوقف مع بريك من بعدها بنكفي على الصباح.